الكهرباء الفصل الأول. هنا اليوم أعلمك شلون يبدأ التحويل من ربط من الستار إلى دلتا وبالعكس إذا طلب من عندك من الدلتا إلى الستار. هنا عندك قانونين أرجع وياك مثل ما أخذت وياك بالمحاضرة رقم واحد. تتذكر بالمحاضرة رقم واحد قلنا لازم ننتبه إلى قوانين ربط الستار وقوانين ربط الدلتا لأن مهمة بالفصل الأول. هسه ضاف لك قانونين يقول لك بحالة تغيير الربط من ستار إلى ربط دلتا شو راح نجي نغير الربط؟ بوا عليه بهذا القانونين. يقول إذا تريد تغير الربط من ستار إلى دلتا راح تقول تيار المصدر قلنا أو التيار المسحوب أو تيار الخط، ثلاث كلمات هاي مهمة. هذا المثلث يمثل لنا الدلتا يساوي لي ثلاثة. شنو ثلاثة؟ معناها ثلاثة أطوار يحكي عنها في تيار الخط الستار. إذا هنا تيار الخط قلنا أو مصدر بالستار وهنا بالدلتا. إذا طلب منك التيار المار في كل مقاومة بحالة ربط الدلتا أيضا تنتبه هنا هو يمثل تيار طور أو تيار المار في كل مقاومة. أقول له تيار الخط بحالة الدلتا الناتج مالك وجذر ثلاثة مثل ما علمتكم قيمته جذر ثلاثة 1.7 نذكرك بيها. شوف المثال راح أنطيك إياه بالأسئلة الوزارية وشو راح نهتم به أنا وياك. أول معلومة نذكرك بكلمة المعلومات، هاي المعلومات طبعا مهمة جدا للطالب. يقول بالسؤال ثلاث مقاومات متساوية ربطت على شكل نجمة. نوع الربط ذكرك بالمعلومة، نوع الربط دي يقول لي ستار، هذا ربط الستار. اجي انتبه هسه من اجي اول خطوة راح اشتغل شنو الربط مالتك؟ الربط ستار. شوف هذا ربط الستار شنو هو؟ راح اشتغل قوانين الستار اللي علمتك اياها بالمحاضرة السابقة. إيش قد الجهد منطينا؟ قلنا كلمة الجهد شنو معناه؟ معناه فولتية المصدر اللي هي 380 فولت. باوع هناية أيضا قال وكان التيار المسحوب. شوف هنا كلمة التيار المسحوب معناه يا تيار، أقول لك هو تيار الخط الآي لاين أو التيار المصدر. إيش قد منطينا؟ 10 أمبير. بعد ذلك احسب يريد مني جهد الطور. اول طلب تعلمت ما طول عندك فولتية مصدر، اذا شغل له بي بي اتش اللي هو يمثل جهد الطور المجهول. يعني دائما ما طول عندك فولتية مصدر اذا يريد مني فولتية الطور. بعد ذلك طلب اراد من عندي قيمة كل مقاومة، يعني المقاومة الطلب الثاني اللي هو طلبه من عندك يريد الار، والآر مثل ما علمتك تتذكر قانون أوم. إذا من أتذكر للمعلومات قانون أوم حتى أعلمك شو تحله. الطلب الثالث اللي هو المهم يريد من يمي تيار الخط وتيار الطور. ماشي هذا تيار الخط، أيضا أريد منك تيار الطور ما بتين ذكره، بس بيا حالة يقول عنده تغيير الربط. سمعت كلمة تغير بالربط إلى مثلث، يعني هذا تيار المصدر بحالة المثلث وتيار الطور في حالة المثلث. إذا من قال لي كلمة تغيير ربط؟ إذا تعلمت هذا القانون. هسه أنا ما أفكر بهذا القانون، بمن راح أفكر؟ أفكر قوانين ربط الستار. شنو عندك قوانين ربط الستار؟ أول خطوة اللي يذكرها لي الطالب يغير الفولتية. ليش يغير الفولتية؟ لأن أنا عندي فولتية المصدر 380 لازم ألمن أحولها لل 220 فولت. إذا راح أقول له فولتية الطور يساوي لي فولتية الخط على جذر 3. أقول لك تعال هذا ثابت الكلام، راح تقول لي 380 على 1.7 قلنا كل جذر 3 1.7 يساوي لي 220 فولت. إذا هذا الطلب الأول أنا حققته بربط الستار. النقطة الأخيرة قانون الستار شو يريد من عندي؟ المقاومة. قلت لك من يريد منك المقاومة بربط الستار قانون أوم. راح تقول الآر شو يساوي لنا؟ طبعا جاهز عندي القانون. أقول لك فولتية على تيار، باو عليه. هاي الفولتية يا فولتية طبعا الطور، انتبه على هاي الكلمة قدام عينك. إذا في بي اتش هذا طور أو فيس. التيار شو يقول يا تيار؟ طبعا تيار الطور.
ليش؟ لأن قانون أوم عندي يقول الفولتية على التيار. هسه تقول لي وين التيار موجود وين الفولتية؟ طبعا الفولتية مالتك راح تكون عندي هنا 220 وتيار الطور بحالة ربط الستار مساوي. خلي ببالك ايش قد قيمته تيار المصدر اللي هو التيار المسحوب، ايش قد قيمته؟ 10. اذا راح اقول لك صفر ويا صفر يروح، اذا 22 اوم. القانون الثالث اشتراط من عندك، بما ان طلعنا المقاومه، اذا راح اقول له تيار الخط يساوي لتيار الطور بحاله شنو؟ هنا ايش قد منطي بالسؤال التيار الخط؟ راح اقول لك 10 امبير. هذا بيا حاله كل اللي احكي انا هسه ربط مالتي ستار. هسه راح ايش يطلب من عندي؟ يقول لي في حاله الدلتا عنده تغيير، شوف عنده تغيير الربط. من يريد الربط شنو؟ مثلث. من راح اغير الربط من الستار للمثلث. هسه اقول لك تعال باوعلي على ربط المثلث. من هو ربط المثلث؟ هذا القانون فقط. من تسمع بالسؤال تغيير ربط معناه يريد تيار الخط ويريد تيار الطور. اذا راح اقول له تيار الخط بحاله المثلث يساوي لنا 3 في تيار الطور. شوف هاي الثلاثة من اضربها بمن؟ بتيار الطور. ايش قد تيار الطور الثاني؟ 10. اذا راح اقول له ليش؟ لان هنا بحالة الستار وهنا الدلتا اريده من عندك تيار المصدر. اذا راح اقول لك 30 امبير. طلع اذا هذا اول معلومة من غيرة الربط. القانون الثاني قدامنا يقول تيار الطور يساوي فولتية تيار الخط على جذر 3. بس يا تيار طلعناه تيار المصدر اللي هو التيار المسحوب بحالة الدلتا، ايش يطلع عندي؟ 30. انتبه عليه. وهنا بالنسبة لك جذر 3 1.7، فراح اختصر الكلام 17.6 وحدة قياسة امبير. تلاحظ هذا المثال وزاري، من تجي هيك اسئله وزاريه نقدر نجاوب بها ونقدر نضبط معلوماتك. اتمنى هذا المثال واضح وانتقل وياك الى مثال اخر. شوف هذا المثال الثاني يقول لي ثلاث مقاومات متساويه القيمه. المقاومه ايش قد قيمتها معطيني بالمعلومات؟ اقول لك تعال باوع عليها. تقول لي ار انطيتك اياها قيمتها 44 اوم. شنو نوع الربط؟ هم ايضا طلب من عندي الربط مالتي نجمه. من اسمع ربط نجمه شنو معنى؟ معنى يريد الستار. بالسؤال شوف الربط مالتك ستار. الفولتيه يا فولتيه قلنا دائما هذه الفولتيه هي فولتيه المصدر البي لاين. اذا راح اقول لك 380 فولت. اذا بعد شريد من عندك، اذا قال لي التردد دا يكمل السؤال يقول 50 هرتز. باوع بعد ايش طلب من عندي؟ يريد الجهد على كل مقاومه. قلت لك معطول منطيني فولتيه المصدر، اذا فولتيه الطور طلبها من عندي بالسؤال. بعد ذلك طلب من عندنا ايضا يريد تيار الطور والخط. يقول تيار الطور اي بي اتش وتيار الخط بحالة الستار، يعني اثنينهم ذولا اريدهم بالستار، اطلع ليهم لا تنساهم بالحد. بعد ايش قال الطلب الثالث؟ قال لك اريد تيار الطور والخط. انتبه على هاي المعلومة. يقول تيار الخط شوف وتيار الطور اي بي اتش بيا حالة؟ في حالة الدلتا. شوف دي يقول لك بحالة ربط دلتا. انا هسه وين افكر؟ الربط بحالة الستار. شو يقول الربط عندك بحالة الستار؟ شو بالنسبة لنا شلون راح نبدأ بطريقة الحل؟ انتبه عليه. إذا كتبنا المعلومات هنا أمامك راح نبدأ طريقة الحل. شوف أبوي، أول خطوة أني شنو نوع الربط؟ راح أقول الربط ستار. إذا ما طول الطالع ربط ستار، إذا انتبه على كلمة الربط. ربط الستار شنو قوانين ربط الستار؟ انا عندي فولتية المصدر، اول قانون اقول لك غير الفولتية. في بي اتش الفولتية الطور او الفيز يقول بي لاين على جذر 3. يعني راح اقول له 380 على 1.7
ويقول لي 220 فولت. هذا منو هسه 220 فولت؟ طلعت لك غيرت الربط الستار. شوف الربط من تي تغير هنا عملية الستار أهم نقطة. أول قانون تغير لي فولتية الطور. بعد ذلك رايد من عندك ايش بطل السؤال؟ مقاومة. إذا ما طول عندك المقاومة معلومة إذا تيار الطور. إذا القانون الثاني يقول تيار الطور حسب القانون الفولتية على المقاومة. بس يا فولتية طبعا الطور شوف، بس من قلت لك مقاومة معناه المقاومة موجودة. هذا قانون أوم، لا تنسى قانون أوم التيار. لو يريد تيار لو يريد من المقاومة. الفولتية ايش قد؟ 220 فولت والمقاومة 44، إذا يقول لي 5 أمبير. إذا هذا طلعته. بعد بحالة الستار يقول لي تيار الخط هو مو نفسه تيار الطور، ايش قد يساوي لك؟ أقول لك 5 أمبير، يعني يساوي بالستار. شوف هذا كله ربط، هسه ايش حكي يتعلم؟ إذا من حكينا عنه هذا الربط كله نقول ربط ستار، يعني القوانين السابقة كأنما تعيد إياها من جديد. بس من أقول لك بالسؤال أريد تيار الطور وتيار الخط عند ربط المقاومات، انتبه على كلمة المقاومات على دلتا، يعني شنو الربط؟ أريد ربط أقول لك الدلتا، شنو راح تغير الربط بالدلتا؟ أقول لك أول قانون يقول تيار الخط بحالة الدلتا يساوي 3 تيار الخط بحالة الستار. أقول لك 3 في تيار الخط بحالة الستار إيش قد طلعت؟ 5. إذا راح يساوي لنا 15 أمبير. شوف كل سهل، يعني قوانين ستار أو دلتا واضحة أمامك، يعني الطالب المفروض ما يخسر درجة هاي الأسئلة أو الأمثلة المبسطة. بعد ذلك أقول له تيار الطور شو يساوي لي؟ تقول لي تيار الخط على جذر 3. أقول لك تيار الخط إيش قد؟ تقول لي 15. جذر 3 1.7 ويساوي لنا 8.8 وحدة قياسنا الأمبير. أتمنى هذا المثال واضح أمام طلابي الأعزاء، وأتمنى أخدم كل طلابنا الأعزاء بما يفيد المصلحة العامة لطلابي، وإن شاء الله ألتقي وياكم بالمحاضرة رقم 3.